السادة السفراء، السادة الحضور، جمهورنا الغالي علينا، أهلا وسهلا بكم. بيسعدني ويشرفني إن أكون معكم في ليلة مميزة من ليالي مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت رعاية وزارة الثقافة. 15 عاما من الإبداع والتألق والجهد حتى أصبح مهرجان سماع الدولي له مكانة دولية كبيرة، حيث شارك به ما يزيد عن 215 دولة بفرقها المتميزة في فن السماع. على مدار 15 عاما وحتى أصبح له قاعدة شعبية من الجمهور الزواق في كل مكان، رسالة سلام لكل العالم. اليوم نجدو جميعا ونحتفل احتفالية خاصة تبدأ بالعام 15 للمهرجان على أرض مصر المباركة، أرض الأنبياء، أرض السلام. الحمد لله رب العالمين، ده معناه استمرارية للمهرجان ونجاح كبير على مدار هذه السنوات السابقة. طبعا المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكناني السنة دي بتشرفنا في الدورة لأول مرة على عهدها، ده بالإضافة ل 14 دولة على مدار كل الوزراء من أول الفنان فاروق حسني وصولا للدكتورة إيناس عبد الدام وصولا للدكتورة نيفين الكناني، قطاعات الوزارة المختلفة، وزارة الآثار والسياحة وهيئة التنشيط السياحي، بنك كلها منظومة حكومية متعاونة مع بعض من أجل إخراج هذه الدورة في أحسن صورة. في مشاركات دولية السنة دي طبعا متميزة، لأول مرة من كندا بتشارك، بالإضافة لخمس دول أخرى، في الجيبوتي لأول مرة بتشارك، في دولتين السنة دي لأول مرة بيشاركوا، بالإضافة في الهند وفي الأردن وفي الجزائر، في جنوب السودان، في لبنان، في سوريا، في مصر بكذا فرقة. الحقيقة مشاركات كلها كبيرة ومتميزة، يا رب تعجب الجمهور السنة دي إن شاء الله. وبيفاجئهم دايما الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان، بالاساس المهرجان وهو الورشه الدوليه اللي بيقدمها في الافتتاح والختام، اللي بيجمع فيها كل هذه الثقافات على ارض مصر في ورشه بتجمع حوار ما بين كل هذه الثقافات والتاكيد على التواصل الانساني بين الشعوب. وده الحقيقه اللي بيميز هذا المهرجان عن اي مهرجان في اي دوله. احنا سافرنا مهرجانات كتير، ولكن دول المهرجان سماع ومهرجان الطبول هم دول الاثنين دول بالذات مختلفين ومتميزين عن اي مهرجانات اخرى بالورشه اللي بيقدمها الفنان انتصار عبد الفتاح. الحقيقه مش مجرد مهرجان وبنقدم فرقه وخلاص، لا، دايما في رساله، دايما التاكيد على التواصل الانساني، التاكيد على الانسانيه، التاكيد على التسامح والمحبه والسلام وعدم التفرقه بين العرق والدين واللون وكل الكلام ده. ده كله بيظهر الحقيقه في البانوراما اللي بتظهر على المسرح مع الورشه، كل الاجناس وكل البشرات وكل الاديان، فدي حاجه جميله جدا. السنه دي دكتوره نيفين مهتميه جدا ان احنا ننزل بالانشطه بتاع الفنان انتصار عبد الفتاح، فرقه رساله سلام للاقاليم والكره المصريه والمدارس، ان شاء الله يبقى فيه نشاط مميز الفتره الجايه ان شاء الله. انتصار عبد الفتاح عامه في اي نشاط بيقدمه في اي مكان احنا بنتابعه وبنروح له، سواء في اوبه الغوري سواء في القلعه، هنا اول مره بيقدمه طبعا في باب النصر، وطبعا المكان مناسب جدا للمهرجان النهارده، وما يختلفش عن الماده اللي هو بيقدمها، ده ان المكان هنا طبعا من التراث القديم بتاعنا واحنا بنعتز بيه، ودايما بنحب الناس تيجي هنا عشان تفتكر تاريخنا القديم. طبعا المهرجان النهارده مهرجان سماع الدولي الدوره ال 15، طبعا هو على طول في تقدم وفي نجاح من دوره لدوره، حتى كمان هو بيقدم مهرجان الطبول والكلام ده بيبقى في شهر 5، حتى برضو احنا كمان بنتابعه وبنروح وبيبقى جميل جدا. واحنا بنتمنى ان النشاط ده يزيد، ما يبقاش بس الدكتور انتصار عبد الفتاح هو بس بيقدم الماده دي، احنا نتمنى فرق كتيره تقدم النوع الفني ده لانه مرغوب ومطلوب وفي ناس كتير بتحبه. حتى المستغرب جدا ان الشباب سنه صغير وبيجي يحضر الفعاليات اللي زي دي والنوع ده من الفن، انا ببقى مستغربه جدا لما شباب تين ايج ده يعني من اول ال 15 سنه فيما فوق بيجي وفي اطفال كمان بتيجي النوعيه تحضر النوعيه دي من الفن، وبيبقى المكان كله كومبليت،
فيا ريت النشاط ده والفن ده يبقى كتير شويه عن كده. هذا مرة ثانية أنا أشترك في هذا المهرجان، مهرجان دولية وترتيب ممتازة، وقبل هذا البانديمي كوفيد 19 فرقة أذربيجانية نفس الوقت اشترك في هذا المهرجان، بس في هذا السنة نفس الشيء كثير دول اشترك في هذا المهرجان، وفي تكريم لفنان أذربيجانيين في هذا المهرجان وزير هاجي بيلي، هو شخص عظيم جدا بالأذربيجان، هو أسس كونسرفاتوريا يعني جامعة موسيقية في الأذربيجان، هو مؤلف نشيدة وطنية، ونفس الوقت هو مؤلف أول أوبرا في الشرق الأوسط، هذا أوبرا شعبية مو مثل غربية بالموسيقى شعبية، واسمه هذا الأوبرا ليلى ومجنون، نحن عارف هذا الموضوع هذا الأوبرا، و كل شيء ممتاز الحمد لله، ونحن شكرا جزيلا لدعوة للتلفزيون، ونحن نتمنى لأعزائي المشاهدين صحة، هذا أول شيء، سلم وتطوير، وإن شاء الله نتمنى تطوير وتعميق علاقات بين أذربيجان ومصر. من أذربيجان الفنان الكبير عزير هاجي بيلي، ويتسلم الجائزة معالي السفير. أنا دايماً متعودة أحضر المهرجان دوت من حوالي ما يقرب من 9 سنين، لقيت فيه فعلاً مهرجان يستاهل الواحد يجي ويشوف ويتفرج عليه، كفاية إن هو بيجمع شعوب البلاد كلها مع بعضها، ما بين آسيوي وما بين أفريقي وما بين عربي وما بين خليجي، بيجمع يعني الدكتور انتصار عبد الفتاح بصراحة قدر يجمع شعوب البلاد دي كلها، يعني أنا لسه كمان من قريب كنت حاضراه من شهر 6 كان مجمع 42 دولة، المرة دي مجمع بس عشان المكان محدود بتاع النهاردة السور الشمالي دوت عامل 30 دولة بس، فاحنا هنكلمه ان هو يخلي يزود البلاد تاني زي ما كان عاملها قبل كده يعني، فمتعودين دايما ان انا بحضر ما بفوتوش بصراحة، مع مهرجان القلعة مع الحمد لله المهرجان دي بتبقى حاجة كويسة جدا، بتعرفنا ايه البلاد فيها ايه وايه الشعوب اللي بتقول ايه وايه التراث بتاعهم وايه ايه اكتر بلد ايه الفن بتاعها بيميزها بايه وكده، يعني حضاره واثار وحاجات كده، فحاجات كويسه جدا بتنفع البلاد كلها من بعضيها يعني.